طيب طيب احنا طبعا عشان اكيد حدث كبير زي ده، عشان نهني اكيد الاتحاد ونهني كل المسؤولين عن الجمباز في طبعا مصر بهذا الانجاز الكبير، معانا عبر الهاتف صديقي يعني ورئيس الاتحاد الدكتور ايهاب امين، احد انجح طبعا الشخصيات الرياضيه في مصر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك هيثم بيه، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين، وده ده فخر ليا والله المقدمه الجميله اللي حضرتك بتقولها دي. لا ده حقيقة، ده حقك يا دكتور، ومن إنجاز لإنجاز وتفوق من تفوق وريادة لريادة، يعني ما شاء الله، يعني اتحاد الجمباز طفرة كبيرة. كلمنا عن البطولة، كلمنا عن الإنجاز ده، وكلمنا عن تحقيق 2 مصريين الميدالية الذهبية والفضية في بطولة أفريقيا، كلمنا عن هذا الإنجاز يا دكتور. بص، على الصعيد المصري والمنتخبات الوطنية فيما يخص المنافسات في البطولات الأفريقية، احنا يمكن من أيام أنا كنت بلعب احنا عمرنا ما كنا بنعرف نكسب البطولة الأفريقية. يعني من أيام أنا كنت لاعب كده، الكلام ده مثلا من 30 سنة، يعني كان الموضوع صعب قوي، كان دايما في ليدنج للجزائر، للمغرب، لتونس، كانت أجيال دايما مسابقانا وأجمد مننا، لحد من 5 سنين تقريبا أول بطولة أفريقية نكسبها فرق، أنا مش سامع. خصوصا في الفني رجال تحديدا، يعني في الفني رجال لا كان في ريادة ليهم بشكل قوي جدا، خصوصا في الدرجة الأولى أو في المنتخب الرجال. إحنا الحمد لله من 5 سنين قدرنا نحصد على المركز الأول فرق، ومن ساعتها وإحنا كل سنة بنفرق كتير عن اللي حوالينا. يعني احنا البطوله الحقيقه انا ما كنتش احنا ما كناش رايحين قلقانين ان احنا نخسر، احنا كان فارق معانا نجيب السكور بتاعنا، الفريق هيجمع كام، لان البطوله دي مؤهله لبطوله العالم، وهي البوابه الوحيده لدخول بطوله العالم في شهر في اخر 9 ان شاء الله في بلجيكا، لان بطوله العالم القادمه ان شاء الله هي المؤهله للاولمبياد دايركت. هي الحلم بتاعنا النهارده مش ان انا اتاهل بلاعب او اتاهل، احنا الحلم بتاعنا ان انا اخش ضمن احسن 12 فريق في العالم، لان اول 12 هم اللي دايركت بيروحوا الاولمبياد. الموضوع ده صعب، الموضوع ده انا اتقالي من كل خبراء الجمباز في العالم انه مستحيل خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا. انا ما كنتش اقدر اقول لحد انا بحلم بكده. انا يوم ما كنت ما بدات اقول انا بحلم بكده من سنتين، والله العظيم كان الرد ده مستحيل. ممكن الدوره الجايه مش الدوره دي. احنا البطوله السنه اللي فاتت طلعنا فيها ال 15 على العالم، وده كان انجاز اول مره يحصل. السنه الجايه ان شاء الله او السنه دي في شهر 9 املنا ان احنا بننافس على ال 12، ودي حاجه صعبه جدا 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 جدا، مش حاجه سهله. لما الاداء اللي ماشي بيه منتخب مصر والشغل اللي معمول معاهم والاجهزه الفنيه اللي شغاله واللجان الفنيه اللي شغاله ومجلس الاداره، المنظومه كلها حاطه اتجاه واحد، والابطال بتوعنا دول بقى هم اللي اهم مننا كلنا. شباب، مجموعه شباب مقتنعه، بتحب اللعبه، بتحب بلدها، مموتين نفسهم عشان يحققوا الهدف ده. حضرتك لو كلمت دلوقتي عمر العربي، ولا لو كلمت منتصر، ولا كلمت اي حد في الفريق، هتلاقي كلهم بيتكلموا لغه واحده. احنا الفريق، احنا عايزين نكسب فريق، احنا عايزين نخش اول 12 فريق. فالهدف والحلم كلنا بنحلم حلم واحد. فدي دي دي هي دي النقطة في البطولة الأفريقية، والبطولة الأفريقية اتعملت السنة دي يمكن في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، وكان قبليها على طول، يعني قبلها بيومين بالظبط، كان فاصل بينهم يومين البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي. ودي طفرة في الاتحاد الأفريقي تنظيم البطولات الأفريقية دلوقتي بتتعمل كل سنة، لأنها داخلة ضمن تأهيل الأولمبيات لكل فروع الجمباز أو للفروع الأولمبية. فإحنا يعني خلصنا كأس العالم، طلعنا على موريشيوس، خلصنا بطولة أفريقيا في موريشيوس طلع بتاعت الإيقاعي، وتأهل من عندنا اللاعبة حبيبة مرزوق، والفريق بتاعنا اتأهل لبطولة العالم، ورحنا بعديها على طول جنوب أفريقيا، الحمد لله اتأهل عندنا فريق الولاد كله، واتأهل من عندنا بالنطين جانا عادل وساندرا صادق اللي اتقال عليها في الإعلام كله الطيور المهاجرة أو استقطاب الطيور المهاجرة. فدول الاثنين برضو البنوتين اللي تأهلوا معانا لبطولة العالم، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هنعمل لهم إعداد مختلف وإعداد بشكل قوي، يعني إن إحنا إن شاء الله بإذن الله. بس البنات عندنا سنهم لسه صغير،
يعني الولاد دخلوا في مرحله ال 22 وال 23 ودي مرحله المنافسات العالميه. يعني ده السن المناسب من 24 ل 30 هو ده سن التنافس بتاع الجمباز. انما البنات لا لسه هم 18 19 بالنسبه لجانا عادل، يمكن ساندرا صادق هي اللي اللاعيبه اللي جايه من امريكا لعبت. لا خليني اقف عندي دي يا دكتور معلش. ساندرا كان معروض عنها، انت ضحكت طبعا لان عارف انا هسالك في ايه. ساندرا كان معروض عليها تلعب في منتخب امريكا، ازاي اقنعتها انها تمثل منتخب مصر؟ هقول لحضرتك حاجتين. اولا احنا في رياضه الجمباز مش اول مره نستقطب لعيبه من بره، او بمعنى صح نجيب لعيبه مصريين عايشين في الخارج. طبعا حضرتك ناس في ظروفها اللي هاجر وقاعد بره، اللي ظروف شغله وقاعد بره مع بنته مع اولاده، فبيبقوا الناس عايشه حياتها هناك. ويمكن عندنا امثله مندي محبوب، وهي مندي على فكره لسه مخلصه الامتحانات وبدات ترجع تتمرن تاني وبتجهزها يعني الفتره اللي جايه بنجهزها تاني وهي في هولندا، وكان في شيرين الزيني، امثله كتير. فاحنا في الاول في الاخر، وعلى فكره في عندنا خمس لاعبات دلوقتي وانا بكلم حضرتك، في عندنا خمسه تانيين بيتم التناقش معاهم ان هم عايزين يجوا يلعبوا معانا في مصر. طبعا المنتخب المصري النهارده بقى ليه شكل ووزن على المستوى العالمي. حضرتك لو نرجع بالذاكره كده 5 سنين بس، مش هقول لحضرتك اكتر من كده، 5 سنوات فقط لا غير، مين كان بيسمع عن الجمباز؟ لا حقيقي فعلا ما كانش حد بيسمع عن الجمباز المصري. انا كنت بقعد في وسط الزملاء رؤساء الاتحادات يعني في اي اجتماع كنت بقول احنا ان شاء الله خطتنا نعمل كذا، يعني كان حد تلاقي ناس بتقول لك يا جماعه الجمباز ده اللي بيلعبوا 7 انفار في مصر. صحيح. قلت له والله العظيم انا قلت كده من 5 سنين، انت وحضرتك حضرت هذا الكلام، قلت لهم اوعدكم ان مصر كلها تلعب. صحيح. باللفظ كده، والحمد لله النهارده الجمباز بقى في كل بيت في مصر. مين النهارده ما يسمعش عن الجمباز؟ ومين النهارده مش متابع اخبار الجمباز؟ مين مش متابع ابطال الجمباز؟ طب دكتور ايهاب، دكتور ايهاب احنا دلوقتي عشان برضو لا ده انا اصل فرصه حضرتك معايا، احنا عندنا ايه اللي جاي؟ يعني اقرب حاجه لحضرتك ومحطه تعتبر مهمه في الجمباز المصري القادمه. والله يا كابتن هيثم احنا ما عندناش توقف، انا حضرتك يعني انا لسه داخل البيت امبارح وبدات اشوف شغلي، يعني احنا عندنا كمان 12 يوم بالظبط بطوله كاس الفراعنه للجمباز الايقاعي والايروبيك. دي هيحضر فيها 28 دوله ب 60 هيئه من بره. اخر بطوله كان فيها كام فرقه؟ كام دوله؟ حضرتك البطوله كاس الفراعنه السنه اللي فاتت كان فيها 12 دوله. النهارده 28 دوله، اضرب في 2 وشويه. 8 اضرب في 3. وحضرتك كل دوله مش جايه فرقه واحده. اللي دي بطوله اتحادات وانديه. ما شاء الله. في مثلا دول جايه فرقتين، في دول جايه بثلاث فرق. دي هتنطلق امتى وفين يا دكتور؟ دي هتنطلق في مجمع صالات القاهره بصاله واحد للايقاعي اول 5 ايام، بعدها ال5 ايام اللي وراهم هيبقوا للايروبيك، وان شاء الله هتبدا يوم 9 ان شاء الله. هيحضرها. والخبر الجميل بقى حاصل لحضرتك، ايوه، ان بطوله دوليه يعني مش يعني هي بتفيدنا احنا كدوله. بتفيدنا احنا، بتفيد ولادنا احنا البطوله الدوليه، مش بطوله كاس عالم او مش بطوله قاريه بتاهل. مين هيحضرها؟ اللي هيحضر الافتتاح رئيس الاتحاد الدولي شخصيا. ممتاز ممتاز. هو معالي الوزير الشباب والرياضه. ودي رساله. طب قول لي يا دكتور، يعني لما يبقى رئيس الاتحاد الدولي للجمباز بيجي بطوله دوليه، احنا مش هنقول بطوله على الاجنده العالميه ولكن هنقول بطوله دوليه قد تنظمها كثير من الدول، وجوده النهارده في بطوله زي دي في افتتاحها بيدل على ايه يا دكتور؟ بص ده يدل على قوه مصر النهارده وقوه الاتحاد المصري والدور اللي بقى الاتحاد المصري بيلعبه على المحيط المصري والعربي والافريقي والدولي. يعني نعم. احنا النهارده النهارده ممثلين مصر في الاتحاد، النهارده الاتحاد الدولي فيه 2 من مصر اعضاء مكتب تنفيذي. صحيح. ايهاب امين ونهى عبد الوهاب رئيس اللجنه الفنيه. النهارده في نائب رئيس اللجنه الفنيه في الاتحاد الدولي الدكتوره نهاد زايد. في ناس موجوده في التشكيل الدولي للاتحاد الدولي، لينا قوه، الناس بتحترمنا بشغلنا.
الناس محترمه، الفكر والخطه والدعم في احترافيه، في احتراف في احترافيه يا دكتور. بالظبط، تيجي وتقابل وزير الشباب والرياضه وشايفين الدعم اللي بيتقدم من دكتور اشرف، لامسينه بعينيهم، مش انا اللي بحكي. الناس شايفه انا بحكي وبقول احنا الدوله بتدعمنا ونعمل واحد اثنين، والناس منبهره بالشغل اللي بيتعمل. بس طبعا الناس بتيجي وشايفه ان احنا النهارده دكتور اشرف يعرف نص وسط الجمباز العالمي. طب دكتور قول لي، بعد بطوله الفراعنه او كاس الفراعنه، بعد بطوله الفراعنه على طول هنطلع منها عندنا مجموعه كاسات عالم لبعض فروع الجمباز. نعم، زي عندنا بطوله عالم للايقاعي، عندنا كاسات عالم للايقاعي، عندنا وراها على طول في شهر 9 البطوله اهم خطوه عندنا اللي هي بطوله العالم المؤهله للفني ولاد والفني بنات، ودي اللي ان شاء الله يعني املنا فيها. على فكره والله العظيم يا كابتن هيثم انا بقولها ومن دلوقتي مش محدش، ان احنا نطلع ال 12 على العالم يا رب يا رب انجاز، يعني ما حدش قال لي غير مستحيل يا رب يحصل ان شاء الله، ما حدش قال غير وصعب. وهقول لحضرتك احنا قارصين على الولاد، الولاد قارصه معانا، مفيش حاجه مستحيله بالعمل والجهد والتعب والعرق، احنا بنصارع الوقت، مفيش مستحيل ان شاء الله، وبنحاول في وسط دولة فيها تطوير وفيها تطوير منشآت وتطوير بنية تحتية وتطوير واهتمام بالرياضة، بنحاول نقدم الدور اللي علينا كناس مسؤولة في الأول وفي الآخر. رئيس الاتحاد ده أنا بمثل الدولة، نعم، سواء ده أنا بمثل الدولة بره مصر أكتر ما بمثلها جوه مصر، نعم، يعني فإحنا بنحاول والله نبذل مجهود ونبذل دور للدولة علشان نقول احنا كمان بنعمل. يعني ما ينفعش تبقى القيادة السياسية في الدولة ورئيس الدولة 24 ساعة شغال واحنا قاعدين بنتفرج، لازم احنا كمان نجتهد، لازم كل واحد فينا في مجاله يعمل اللي عليه. دكتور الحمد لله حضرتك لامس، لامسين مش احنا بس، ده يعني مصر لامسه كل ده دكتور، وبامانه يعني لكل مجتهد نصيب. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايهاب امين، كنت سعيد جدا بمداخلتك ودايما بنكون سعداء بيها، لان الحقيقه دكتور ايهاب امين من الشخصيات الرياضيه او القياديه في الرياضه اللي دايما دؤوبه على العمل، ومن الاتحادات الناجحه. يعني حط جنبه اتحاد الخماسي، حط جنبه السلاح، حط جنبه، انا مش عايز انسى اتحاد من الاتحادات الناجحه، عندك المصارعه، عندك يعني في اتحادات كثيره نجحت وحققت ميداليات للدوله المصريه، ودورها يعني باين يعني للقاسي والداني، ومنتظرين منهم الكثير، لان الحدث الاهم بالنسبه لنا في الرياضه وهي الاولمبياد. خلاص يتبقى سنه بالتمام والكمال، 12 شهر تقريبا، يعني احنا بنتكلم في شهر 8 2024 او شهر 7 2024، انت بتتكلم تقريبا سنه. وانا كنت قلت لكم من الاولمبياد اللي فاتت طوكيو 2020 اللي اتلعبت في 2021، لما قلت لحضراتكم ان هنغمض ونفتح هنلاقي اولمبياد باريس على الابواب، وقد كان. وزي ما بفكر حضراتكم النهارده هيكون معانا بطل تاهل لاولمبياد باريس في البارالمبي، البطل كريم محمود في البارالمبي العدو 100 و200 متر، هيكون معانا في النص الثاني من حلقتنا. يعني خلاص بدانا نتكلم عن باريس 2024، خلاص بدانا نستعد. فالاتحاد اللي اشتغل هيلاقي، الاتحاد الفتره اللي فاتت ما كانش بره او كان بره الخدمه اكيد مش هيلاقي.